بكم. في هذا الفيديو سنتناول بعض النصائح للصحفيين الذين يعملون بشكل مستقل أو ما يعرف باسم صحفي بالقطعة. هنالك ميزات كثيرة للعمل كصحفي مستقل وليس موظفاً مع مؤسسة إعلامية واحدة. سؤال: ما الذي يميز العمل الصحفي المستقل؟ بعتقد أنه أجمل شيء بكون صحفي يعمل بالقطعة هي الحرية الكاملة اللي بتمنحها عدم كون صحفي موظف. الحرية اللي بتعطيها كونك صحفي بالقطعة بتعطيك مجال للإبداع كبير، لأنه ما بتشعر نفسك مقيد بدوام مثلاً، أو مقيد بموضوع معين، أو مقيد بأي ظرف سياسي أو اقتصادي. أنت إنسان حر تمشي في الشارع بتشعر نفسك بتقدر تكتب عن أي شخص ماشي بالشارع، أو أي إشي صار بالشارع، أو أي حدث استهواك. يوم كان في حدث معرض فني بتروح على المعرض الفني، لأنك أنت إنسان بتحب الفن، أنت إنسان بتحب الصحافة. أنا لما أفكر بالصحفي بكره يصنف على أنه صحفي اقتصادي، صحفي سياسي، صحفي فن. الصحفي لازم يكون إنسان بكتب باهتمام، بكتب بمحبة، بحب المواضيع اللي بيشوفها، بحس حاله مرتبط بشكل أو بآخر بالأشخاص، بالأماكن. أي قضية عالمية قضيته، أي قضية محلية قضية، أي مشكلة اللي بتواجه جاره هي مشكلته. إنسان منغمس بالطبيعة اللي حوله. قبل أن تتقدم بفكرة قصة أو تحقيق لمؤسسة إعلامية مطبوعة، مرئية ومسموعة أو إلكترونية، تأكد أن الموضوع يناسب طابع المؤسسة وجمهورها. تأكد أنها لم تقم بتغطيته من قبل من نفس الزاوية التي تنوي طرحها. اطلع على التغطيات الإعلامية السابقة للموضوع. وضح ما هو الجديد الذي تقترحه ولماذا تعتبر نفسك الصحفي المناسب لتغطية هذه القصة. ما بقول انه الصحفي لازم يكون عنده بحث كامل عن الموضوع. الصحفي مش باحث، مش ريسيرشر بشكل كامل، هو ريسيرشر بشكل جزئي. عنده جميع الادوات، عنده جميع المهارات اللي بتأهله يكون احسن ريسيرشر بالعالم، احسن باحث في العالم. لكن لاغراضه الصحفيه بيكون سريع، لانه صحفي اذا ما كان سريع، خصوصا اذا كان عم يبحث عن عمل في عالم الصحافه المتسارعه، وكالات الانباء، المواقع الالكترونيه، الصحفي لازم يكون باحث سريع، يعرف المصادر اللي لازم يروح عليها، يعرف القصه اللي عم يكتبها قديش مهمه. بعد أن يتم الترتيب بينك وبين رئيس التحرير أو المحرر وتلتزم بتسليم القصة، تأكد من التالي: القدرة على التكيف مع الظروف التي قد تطرأ بشكل مفاجئ، التزام كامل بموعد التسليم المتفق عليه مهما كانت الظروف، أن يكون لديك شبكة من المصادر المتنوعة وعدد من البدائل التي يمكن اللجوء إليها، ولا تنسى أن بناء العلاقة بينك وبين المؤسسة الإعلامية هو أمر مهم للغاية. بناء علاقة من الثقة معناه أنا علا بدي أكتب عن مشكلة تلوث في مكان معين بعمان، بتوقع أنه إن شاء الله بقدر أسلم هاي المقالة يوم الثلاثاء ظهراً. علا فرواتي بأي شكل من الأشكال لا تستطيع أنها تيجي يوم الاثنين وتقول أنا آسفة صار معي ظرف عائلي، أو أنا آسفة فلان الفلاني لن يتحدث لي. إذا أردت أن تبني علاقة احترام وثقة بينك وبين أي مكان تكتب له، لازم يكون التزام عالي جداً بالموضوع. قبل أن تسلم القصة، تأكد من أنك واثق تماماً مما كتبته وأنه يستحق أن يرتبط باسمك، أن يكون لديك الإجابات عن أي أسئلة تتعلق بالموضوع، أنك قمت بتغطية وجهات النظر المختلفة، وأن كتابتك خالية من أي أخطاء. يمكن أهم نصيحة
هو أنه الإنسان يكون متأكد من أنه في عالم لن يكون فيه متأكد من أي شيء، ولن يكون ربما هناك عنده سيطرة على أي شيء، خصوصاً إذا تقرر الدخول في عالم السرعة اللي فيه مثلاً العمل لوكالات الأنباء. هل أنا متأكد 100% أنه أنا أستطيع أستيقظ ساعة ثانية صباحاً لكتابة خبر؟ هل أنا مستعد أن أترك مثلاً مأدبة عائلية كبيرة ساعة ثانية ظهراً لبحث عن خبر أو لتغطية خبر معين؟ الآن هل أنت متأكد أن لديك الصفات اللازمة والاستعداد اللازم لتخوض تحديات تجربة الصحافة المستقلة؟